السلام عليكم، كيف حالكم أيها الصغار؟ أخذنا في الحصة السابقة العدد 7، العدد 7، وتعلمنا طريقة كتابته وطريقة شكله، ماشي؟ وتعلمنا العد من 1 إلى 7. برجع بعيد، أخذنا في الحصة السابقة العدد 7، صح؟ أخذنا في الحصة السابقة العدد 7 وتعلمنا طريقة كتابته وشكله، صح يا مس؟ وتعلمنا طريقة العد من عند العدد 1 حتى وصلنا لوين؟ للعدد 7. طب طلعوا لي يا كيجي هون على اللوح. طبعا هذا هو شكل العدد 7 اللي أخذناه في الحصة السابقة وتعلمنا طريقة كتابته. كيف طريقة كتابته يا مس؟ حكينا إنه وضع القلم على نقطة البداية، وشو بتبع؟ بتبع السهم، ممتازين. يلا، وين نقطة البداية عندي هون؟ هيها، أضع القلم على نقطة البداية وأتبع السهم، هيك، ماشي؟ كل هذا خطوة واحدة، كتابة العدد 7 بكون عن طريق خطوة واحدة بس. إذا بتبع السهم إلى اليمين، بنزل إلى أسفل، بنزل إلى أسفل. إذا هاي طريقة كتابة العدد 7، طريقة كتابة العدد 7. طيب طلعوا لي هون يا كيجي، بدي أرجع أكتب كم مرة العدد 7. أنا عندي هون العدد 7 ماله منقط، ماشي؟ بدي أعلم على شو؟ على النقاط. يلا نشوف أول خطوة شو حكينا؟ أضع القلم على نقطة البداية وبتبع شو؟ السهم. يلا يا حلوين، إذا عندي هون نقطة البداية هيها، بتبع السهم وبنزل إلى أسفل. شايفين بأسفل كتابة العدد 7؟ كمان مرة، أضع القلم على نقطة البداية، بتبع السهم وبنزل إلى أسفل. يا عيني، نقطة البداية وبنزل إلى أسفل، نقطة البداية باتجاه اليمين وبنزل إلى أسفل، ممتازين. طلعوا لي يا كنج، هون عندي دودة الأعداد. يلا نعد مع بعض الأعداد اللي أخذناهم حتى وصلنا لوين؟ للعدد 7، ماشي؟ يلا، أول عدد أخذناه هو أصغر عدد، إيش هو؟ ممتازين، أحسنتم. العدد 1 هو أول عدد أخذناه، هو أصغر عدد، صح؟ أصغر عدد. يلا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7. نعم، ممتازين. يلا عدوا معي كمان مرة، 1 2 3 4 5 6 7. نعم، أحسنتم. إذا آخر عدد أخذناه هو العدد 7، ماشي؟ طلعوا لي هيك، شوفي عندي هون مجموعة من الرسومات الحلوة، شايفين ما أحلاهم؟ طلعوا لي هيك على المجموعة الأولى. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ من يحكي لي؟ إيش هون بهاي الصورة؟ شو موجود؟ أحسنتم، كاسات عصير. هاي كاسات العصير اللي قدمتهم أم سعيد لمين؟ لأصدقائه. كم كاسة عصير قدمت لهم؟ أحسنتم، 7 كاسات من العصير. خلينا نشوف كاسات العصير، هدول 7 كاسات. يلا نعدهم مع بعض، يلا عدوا معي يا كيجي، 1 2 3 4 5 6 7. نعم، 7 كاسات من العصير. بكتب العدد 7 وين؟ في داخل المربع، يا عيني. طيب طلعوا لي هون، عندي قطع من الحلوى، يا عيني. أيضا كمان أم سعيد كم قطعة من الحلوى أعطت لأصدقاء سعيد؟ أحسنتم، 7 قطع من الحلوى. طب خلينا نعدهم نشوفهم 7، يلا عدوا معي، 1 2 3 4 5 6 7. نعم، برضو كمان طلعوا 7 قطع من الحلوى. إذا بكتب العدد 7 وين؟ في داخل المربع. أحسنتم.
طيب طلعوا لي لهون. ما هذه الصورة؟ طلعوا يا كاجي. نعم، صورة أسماك. كم سمكة معي بالصورة؟ كم سمكة؟ يلا نعد مع الماس، يلا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. نعم، أيضا سبع سمكات. أيضا سبع سمكات. إذا بكتب العدد سبعة وين؟ في داخل المربع. يلا شوفوا كيف. زي ما تعلمنا طريقة كتابته. يلا طلعوا لي يا كاجي هون. بدي أرجع أكتب كمان مرة العدد سبعة وين؟ على السطر اللي تحتي. نفس الشيء بدي أقطع القلم وين؟ على نقطة البداية. يلا. يلا نكتب كمان مرة العدد سبعة. وين نقطة البداية؟ هيها. يلا نشوف. أضع القلم على نقطة البداية. يا عيني، شايفين ما أحلاه؟ هاي نقطة البداية كمان مرة. بتبع السهم إلى اليمين وبنزل إلى أسفل. هاي نقطة البداية كمان مرة. بتبع السهم إلى اليمين وبنزل إلى أسفل. كمان مرة. هاي كتابة العدد سبعة، سهل كتير كتير. ماشي؟ طيب يا كاجي، في عندي سؤال هون. احصر سبع قلوب. أنا عندي هون رسمت مجموعة من القلوب. أنا بس بدي أحصر سبعة قلوب. شو يعني بدي أحصر سبعة قلوب؟ يعني بدي أجمع سبع قلوب مع بعض وأضع عليهم شو؟ دائرة. يلا نعد سبع قلوب مع بعض ونحطهم مع بعض بدائرة واحدة. يلا نعد. تنشوف كم قلب هون؟ يلا نعدهم بالأول. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذا أنا هون رسمت ثمانية قلوب حب، لكن أنا بدي كم قلب حب؟ كم قلب بدي؟ بدي أحصر سبع قلوب. كم قلب بدي أحصر؟ سبع قلوب. يلا نعد مع بعض سبع قلوب ونحصرهم ايش؟ في دائرة واحدة. يلا خنبلش من هون. بدي أعمل دائرة. ماشي؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. نعم، إذا هاي هي عندي. أنا حصرت سبع قلوب. أنا حصرت سبع قلوب. خلينا نعدهم كمان مرة. كم قلب أنا حصرت؟ يلا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. نعم، أنا حصرت سبع قلوب. كم قلب أنا حصرت؟ سبع قلوب. طب طلعوا لي يا كاجي هون. أنا عندي الأعداد اللي إحنا أخذناهم بسمعهم مخربطين، صح؟ أنا بدي أضع دائرة فقط على العدد سبعة، بس بديش الأعداد الثانية، بس بدي أضع دائرة على العدد مين؟ على العدد سبعة. خلينا ندور على العدد سبعة وين؟ موجود معنا هون ونضع عليه دائرة. أول شيء خلينا نقرأ الأعداد اللي مخربطين، يلا. واحد، أو خلينا نبلش من هون، من الشمال، يلا. اثنان، ستة، ثلاثة، خمسة، سبعة، واحد. أين العدد سبعة؟ أين العدد سبعة موجود هون؟ نعم، أيوة أحسنتم، هذا هو العدد سبعة. إذا أنا بدي أضع عليه شو؟ دائرة. هذا هو العدد سبعة. نرجع نقرأ الأعداد كمان مرة مخربطين. اثنان، ستة، ثلاثة، خمسة، سبعة، واحد. نعم، إذا هذا هو العدد سبعة. أنا إيش؟ حطيت عليه دائرة. يلا نرجع كمان مرة على عدودة الأعداد. يلا يا كاجي، عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. نعم أحسنتم. طلعوا لي يا كاجي لهون.
مجموعة من الكتب. بدي أشوف كم كتاب معي. يلا نعدهم مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذا أنا معي سبع كتب. كم كتاب معي؟ سبع كتب. نعم ممتازين. طيب طلعوا لي لهون. كم قلم أنا معي؟ يلا نعد مع بعض. إذا أول شيء كان معي سبع كتب، هسا بشوف كم قلم معي. يلا عدوا معي. يلا يا حلوين. يلا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يعني إذا أنا معي سبع أقلام. أنا معي سبع أقلام. إذا يا كيجي هيك درسنا بكون إيش؟ أخذنا اليوم مراجعة سريعة للعدد سبعة. خلينا آخر مرة يلا نعد بدودة الأعداد حتى نصل للعدد سبعة. يلا عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ممتازين. يلا كمان مرة عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يا عيني عليكم. كمان مرة عدوا. يلا الحلوين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يا عيني عليكم يا أبطال. إذا اليوم هيك أخذنا مراجعة سريعة للعدد سبعة. ماشي يا كيجي؟ عشان تكتبوه شو على الدفتر اليوم للعدد سبعة وتبعتوا لي إياه. ماشي يا كيجي؟ يلا باي حلوين.